فيه اشغال للقوات اليمنية واشغال للتحالف بجبهات ثانوية وبتعطيلات المبادرات السعودية وتعطيل لفكرة الوحدة اليمنيين ومباركة ودعم لفرق وميليشيات هنا وهناك. هذا الحقيقة تشتيت، وهذا لا يعبر عن الأمل المعقود على بعض أعضاء التحالف الذين يعني الحقيقة أنا شخصيا أحملهم مسؤولية الوضع اليوم في اليمن، ويجب أن يعلن هذا صراحة من الجميع، من الذي أخطأ في اليمن ومن الذي تسبب في إضعاف المجهود التحالف، ومن الذي سهل تهريب الأسلحة، ومن الذي سهل قدوم الخبراء. إذا كانت الأمم المتحدة فلتعلن، إذا كان عضو في التحالف فليعلن اسمه، إذا كان يعني مجموعات يمنية انتهازية وتجار سلاح ويعني أصحاب مشاريع خاصة فلتعلن الأسماء، ولنفتح صفحة جديدة تقوم على أن يتولى أبناء اليمن المشروع اليمني الوطني. نعم. وأن يكون دور التحالف الدعم الخارجي. نعم. للحكومة وللدولة وليس لميليشيا، وعلى اليمن وقتها أن يختار من الطريقة المناسبة للتحرير أو لاستعادة العاصمة، سواء عن طريق قواه الحزبية أو عن طريق الحكومة أو عن طريق القوى القبلية. المهم أنه نسقط الراية التي يرفعها الحوثي اليوم زورا وبهتانا بأنه يقاتل عدوان. هذا اللي يحصل اليوم في اليمن هو صراع يمني يمني وحرب أهلية. صحيح التحالف دعم الشرعية جاء للمساعدة، وبذلت المملكة العربية السعودية كل ما استطاعت، ولكن اليد الواحدة لا تصفق. إذا كان الآخرون لا يساعدون في المملكة العربية السعودية في مبادراتها وفي مشاريعها لوحدة اليمنيين ولاستعادة عاصمتهم، نعم، فهذا مأزق يجب البحث عن بدائل له.